خالد احنا متاسفين جدا لحضرتك. ايه متاسفين وحضرتك دي؟ مش فاهم. خدامك شاوري قولي لي يا ابو الشوق. طيب ايه اللي انت عايزه علشان تبعد عننا وما نشوفكش خالص؟ الحوار ده توبه 20 ارنب. 20 ايه؟ ارنب. انت اتجننت يا جدع انت؟ ما تستنى يا خالد في ايه؟ انت مش سامع المعتوه ده بيقول ايه؟ تشكر يا زوق. اهو المعتوه اللي عنده مستني منكم الرد. 24 ساعة بالتمام والكمال. تديني الارانب اديكوا التليفون بالصور بالفيديوهات اللي عليه. مفيش ارانب يبقى في نيابه تحكم ما بيننا. بص بقى يا شبح، الصور والفيديوهات اللي معاك دي تبلها وتشرب ميتها، لان انا معايا اللي يثبت ان انا والمدام كنا مسافرين بره مصر وقت الحادثه. عداك العيب وازع. قدم الاثباتات وانا هقدم الصور والفيديوهات ونشوف النيابه هتعمل معانا ايه. سلام عليكم. لا ثانيه واحده، احنا لسه ما خلصناش كلامنا يا شوقي. مات الكلام يا ابله. هم 20 ارنب واخدهم منك. وما تجيبيش معاك الباشا الكذاب ده تاني عشان بقول ان هو جوزك وانت جوزك اسمه يوسف. سلام يا ابلارا. استنى هنا يا حيوان. انت قلت ايه؟ قلت بعتوه وعدتها لك. حيوان ما كيفتنيش. هتغلط تاني عليا الحرام مدينا فينك هنا. طب بس ثانية واحدة يا جماعة. تدفن مين يا جربوع؟ الله يخرب بيتك. انت اللي ابتديت واستلقي وعدك يا معلم. ويبقى تف على وشي اما نايمتك على البرش. قابل اللي جاي وما تقولش هاي يا مجرم. ما بلاش انت يا ابله، مش عايز اخسرك انا برضو اللي مجرم. ماشي يا ابله، اما نشوف مين فينا اللي مجرم.